في مشهد صادم وثقت مواطنة كويتية عثورها على هاتف في وضعية التصوير مخبأ في حمام السيدات بأحد البنوك في محافظة الفروانية. وزارة الداخلية ألقت القبض على شخصين من جنسية عربية وأسيوية بتهمة إساءة استخدام الهاتف وإحالتهما إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. بعد مطالبات بتعيين فريق لحماية النجم الأرجنتيني ميسي، استعان ناديه الأمريكي بحارس شخصي لفت الأنظار لا يفارقه حتى في المباريات ويتواجد على خط التماس برفقته، ووصفه ميسي بأنه أفضل حارس شخصي. وأظهرت مقاطع فيديو تدخلات الحارس بمنتهى السرعة والحسم لمنع أي محاولات للوصول إلى ميسي من المشجعين. مشاهد متداولة لاصطفاف طوابير من الناس أمام صراف آلي لبنك إيرلندا وهم يسحبون الأموال من حساباتهم المصفرة بعد عطل فني أدى إلى السماح بصرف مبالغ مالية تصل إلى 1000 يورو. من جانبه اعتذر بنك إيرلندا عن هذا الخطأ ونوه إلى أنه لا يوجد شيء يسمى بالمال المجاني، وأشار إلى أنه سيتم خصم المبلغ الكامل من أي شخص قام بعملية سحب. نشرت الشرطة الصينية مقطع فيديو لطفل اختار أن يلعب الغميضة على حافة شباك من طابق بناية مرتفع، وحذرت الأهالي بعدم تكرار حوادث كهذه. الأخ السند رغم صغر سنه يشعل مواقع التواصل الاجتماعي. أثار مشهد لطفل صغير لا يكاد يتجاوز عمره 10 سنوات تعاطف رواد مواقع التواصل، لا سيما أن الصغير بدأ يكابد ليدفع دراجته ويصر على اصطحاب أخته إلى الروضة. كان هذا كل شيء لليوم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.